برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة لبان مشوح، افتتحت وزارة الثقافة بالتعاون مع سفارة جمهورية الفلبين والنادي الدبلوماسي السوري المهرجان السينمائي الدولي للمرأة بشعار المرأة تصنع التغيير. أول مهرجان دولي منذ بداية الحرب على سوريا، وبالتالي له أهمية خاصة، أهمية فنية وأهمية رمزية. لذا المهرجان الدولي الأول للمرأة، لأن المرأة نحن اليوم نحتفل بأعياد المرأة، بأعياد الأم في العالم أجمع، ومن حقنا أن نحتفي بالمرأة. So this event, the first ever International Women's Film Festival for 2022. المهرجان بيتضمن مشاركة 11 دولة بما فيهم سوريا، وكل دولة شاركت بعدد من الأفلام. اخترنا ثيم او اخترنا شعار Women Make Change، ما معنى المرأة تصنع التغيير، لانه نحن منآمن بانه المرأة قادرة على صناعة التغيير، ولانه ممكن نخلي، لانه منآمن بتمكين دور بالمجتمع، وهذا الموضوع رح ينعكس عن طريق جميع الافلام المعروضة ضمن هذا المهرجان. ويستمر المهرجان الذي افتتح في دار الأسد للثقافة والفنون حتى 26 من الشهر الجاري. المهرجان له أهمية ذات شقين، أولا كأول مهرجان دولي يتم عقده في سوريا منذ فترة بدء الأزمة في سوريا حتى اليوم. طبعا هذا له رمزية مهمة جدا، لها علاقة بعودة الفعاليات الدولية إلى سوريا. والشق الثاني كون المهرجان هو عن المرأة بشكل عام، عن هناك أفلام قامت بتصويرها نساء، أو أفلام الدور الأساسي كان فيها معطى للنساء. أهمية المهرجان الآن في سوريا، وسوريا هي بلد دوما تعنى بالفنون وهي السباقة في رعاية الفنون واحتواء الفنون وتبادل الحوارات، حوار الحضارات، وبهذه الظروف تحديدا هذا المهرجان له أهمية كبيرة جدا، لأنه يأتي ضمن الحرب التي تقام على سوريا، وهو كسر لجمود المواقف الدولية الداعمة للحرب، وهو بالمحصلة يمنح إيحاءات أو يعطي إيحاء بأن سوريا بدأت تخرج طبعا بصمودها، بصمود شعبها، بصمود جيشها، قيادتها، تخرج مما أراده لها أصحاب المشروع الهادف للنيل منها وتهديمها كدولة. ويعرض خلال المهرجان 16 فيلما من سوريا وفلسطين وتشيلي وباكستان والفلبين وبيلاروس وجنوب إفريقيا والهند وأندونيسيا وفنزويلا والأرجنتين.